المراحل الأولية من عملية التصميم. خلال فترة البحث الأولي كان لي الشرف أنه المشرف عليه في هذا البحث أرتو كيفينيمي لمدة 3 سنوات. أرتو كيفينيمي معروف لدى الكثيرين من الأوساط اللي مهتمة في مجال البيلدينج انفورميشنال موديلينج على مستوى العالم. للأسف ترك الإشراف بسبب تقاعد قبل سنتين من الآن. ويعني أحب أن أنوه لأنه ليس هو كونه مشرف الخاص بي، ولكن هذا الشخص أو الكتابات الخاصة بحول البيلدينج انفورميشنال موديلينج هو من أفضل بنظري أفضل من كتب بعقلانية حول موضوع البيلدينج انفورميشنال موديلينج حول الواقع الحالي والمستقبل. فأنصح الكثير من يعني أنصح زملائي المهندسين الراغبين بمطالعة كتاباته أو الفيديوهات الخاصة بي. وأعتقد هو في مصر يعني العام الماضي العفو قبل أكثر من سنتين كان هناك مؤتمر يعني شارك به. عموما أود أن يعني أبدأ المحاضرة في مقولة لداروين في كتابه يعني أصل الأنواع. يقول أنه من يعني الكائنات التي تستطيع البقاء ليست هي الأكثر ذكاء وليست هي الأقوى، إنما الكائنات التي لها القابلية على التكيف والتحول مع البيئة التي تعيش فيها. حقيقة يعني هي مقولة ليست تنطبق على الكائنات الحية فقط، هي تنطبق على كافة مجالات الحياة، ولي يعني رؤية خاصة إن شاء الله أطرحها في نهاية المحاضرة حول هذه المقولة. المحاور اللي إن شاء الله سنتطرق لها خلال هذه المحاضرة هي ما هي العمارة الرقمية وتطبيقاتها. مدخل جدا سريع، التسلسل الزمني للعمارة الرقمية والبيلدينج انفورميشنال موديلينج، ثم مدخل بسيط للعمارة البارامترية كونها حتى تطبيقات العمارة الرقمية، وما بعد ذلك راح ندخل في مجال البيم والعمارة البارامترية. طبعا البيم ما راح أدخل به في أساسياته كونه يعني الحاضرين إن شاء الله جميعا يعني من يعني المختصين في هذا المجال أو لديهم معرفة في هذا الموضوع. فراح يكون المحور هو وجه الاختلاف والتقابل بين البيم والعمارة البارامترية. عندما يعني نبدأ بالجزء الأول المقدمة في العمارة والتصميم البارامتري، عندما نتحدث على العمارة والتصميم البارامتري يتبادل إلى أذهاننا هاي الأشكال من العمارة البلوبي أركيتكتشر، الفانسي أركيتكتشر، إيروديناميك أركيتكتشر اللي اشتهرت بها مباني زها حديد وفرانك غيري وغيرها من المعماريين في الوقت الحاضر. ولكن العمارة الرقمية في الحقيقة هي أبعد من هذا الشيء وهي أعمق من هذا الشيء، فهي تختص مبدئيا بالنمذجة، نمذجة التصميم المعماري، ومن بعد ذلك تمثيل سيميليشن يعني نمذج الموديلينج، ثم سيميليشن التمثيل، وبعد ذلك الإظهار البرزنتيشن أو الجرافيكر. يعني إحنا التركيز دائما يكون على النمذجة والتمثيل وما بعد ذلك الإظهار. فهذا الموضوع يرتبط بالمصطلح اللي هو المعروف على الأوساط الأكاديمية والأوساط يعني المعمارية الكاد CAD اللي هو كمبيوتر أيدد ديزاين، اللي هو أي تخصص يستخدم الحاسوب في عملية التصميم. يعني تخصص ممكن تصميم السيارات، الأجهزة الإلكترونية، كل تخصصات. ولكن عندما نتحدث عن العمارة يصبح المصطلح إلى Computer Aided Architectural Design. طبعا هذا يرسلنا إلى هو إلى التفكير الخوارزمي أو Computational Thinking أو Algorithmic Thinking. طبعا هذا الموضوع جدا واسع، نحاول إن شاء الله خلال المحاضرة نطرق له بشكل بسيط جدا وسريع يعني لإعطاء نبذة مختصرة عنه. ولكن تفكير الخوارزمي موضوع واسع ليس صعب، ولكن الخوض به يحتاج إلى أكثر من يعني ساعات. Digital Architecture Design في واقع الحال يعني هي لفترة قريبة كانت يطلق عليها الباسيف. الباسيف هنا ليست الهندسة العكسية كما باسيف انجينيرينج، ولكن هو الاستخدام الغير خلينا نقول غير الاستخدام البسيط للديجيتال اركتكتشر ديزاين، اللي هي تحولت من مجرد ما كنا نرسم على اوراق حولنا رسمنا الى ديجيتال بورد، قمنا نستخدم الاوتوكاد. ولكن هذا ظل استخدامنا الى ضمن الباسيف يوز اوف ديجيتال اركتكتشرال ديزاين. الوقت الحالي معظمنا جزء يعني من عندنا بدا يحول هذا الباسيف الى جنريتيف ديزاين بشكل من الاشكال، واللي هو generative design طبعا البوتنشال مالته اللي
الفائدة مالته أنه يصبح لدينا قابلية على اختراع بدائل حلول للتصميم. يعني احنا نبدي بتصميم معين ولكن هذا التصميم يقودنا الى بدائل حلول، نبدي هذه البدائل الحلول نقيسها نقيمها وفقا لما نحتاج كما موضح لدينا في الصورة. الدراسات الحالية بدأت تتجه نحو الانتويتيف اللي هو الابتكاري نوعا ما، اللي هو انطلق بأكثر يعني خلينا نقول استخدام للحاسوب، لا يعني بالضرورة عدم وجود المعماري، لا بالعكس المعماري يكون دوره أو المصمم يبقى دوره أساسي، ولكن نبدأ هنا نتدخل يعني تتدخل في مسألة الابتكار وإعطاء مجال أكثر للحوسبة للمشاركة أو المساعدة في اتخاذ القرارات التصميمية. احنا نطل الرولز، نطل القواعد، نطل الباراميترز، نطل الأمور اللي نريدها من هذا الشيء، وبالتالي نطل الحاسبة الفرصة للحساب لإجراء الحسابات اللي تكون معقدة نوعا ما على المصمم يعني بهذا العقل البشري. هذا ينقلنا إلى الديجيتال اركتكتشر ديزاين، المحاور اللي يعني العامة لديجيتال اركتكتشر ديزاين. عندما نتحدث عن ديجيتال اركتكتشر ديزاين نختص بالكمبيوتيشنال ديزاين، واللي هي هناك يعني مفاهيم عدة، ولكن أكثر ثلاث مفاهيم مشتركة بهذا الموضوع اللي هو البارامتريك ديزاين والجنريتيف ديزاين. بارامتريك ديزاين والجنريتيف ديزاين التصميم التوليدي، والالغوريثميك ديزاين التصميم الخوارزمي. طبعا هذه المحاور اللي عندنا الثلاثة اللي موجودة هي مشتركة، ليس من السهولة يعني القول انه هذا بارامتريك ديزاين وهذا جنريتيف ديزاين وهذا الالغوريثميك ديزاين، لانه في بعض الاحيان تشترك بعض الصفات، وهذا يحتاج طبعا يعني اكثر من حلقة للخوض في تفاصيل هذه الامور، لانه تدخل لنا في موضوع الايفولوشنري ديزاين، تصميم توليدي والجنريتيف ديزاين وغيرها من المفاهيم. ولكن بصوره سريعه انه البارامتريك ديزاين والجنريتيف ديزاين والالغوريثميك ديزاين هي عناصر مشتركه لمنهجيه التصميم ضمن الكمبيوتيشنال ديزاين. فهذا الكمبيوتيشنال ديزاين يعني الفكره العامه تبدي تعطينا لانه وين نقدر التطبيقات، وين نستطيع التطبيقات العملية إلى التطبيقات اللي خاصة بتبدأ من أصغر شيء ممكن نصممه، يعني على مستوى لنفرض مجوهرات كما موجود عندنا، الجوليريز اللي موجودة عندنا في الصورة على الأعلى اليمين تصميم زها حديد، والأثاث كذلك تصميم زها حديد، إلى المنشآت المؤقتة اللي هي تعرف بالبافيليونز اللي كلش اللي أصبح استخدام بارامتريك ديزاين فيها شيء واسع، كونها تصاميم سريعة مفتوحة الكلفة، الرغبة بإبراز بعض الجوانب التقنية والتكنولوجية العالية من قبل الكلاينتس، من قبل أصحاب القرار أو أصحاب العمل. هذا دعانا الديجيتال اركتكتشر ديزاين اللي موجوده، الادوات اللي موجوده والفكره الجديده اللي موجوده خلانا نفكر بصوره جديده باتجاه اخر. يعني حتى على مستوى الانفراستراكشرز كان سابقا عندنا لانه التصميم جسر هناك في خطوات واشكال محدده لتصميم الجسور، اصبح الان تصميم الجسور تصميم المعابر لها يعني طاقات واشكال ثانيه بسبب هذا اللي نشوفه حاليا. فاللي صار عندنا الآن انطلقنا بانطلاق يعني بسبب وجود هذه الأدوات انطلقنا من التصاميم البسيطة، التصاميم المعتمدة على الهيكل الإنشائي خاصة في الميجا ستراكشر سكاي سكابرز اللي هي ناطحات السحاب. كان سابقا يعني ناطحات السحاب محددة بارتفاعات معينة بسبب الطرق الإنشائية، وكذلك الأشكال، الأشكال هي أقرب إلى يعني البوكسز الأشكال الإقليدية يطلق عليها الأشكال Euclidean geometries أو التقليدية، قليدية والتقليدية. طبعا التأثير الديجيتال اركتكتشر ديزاين يعني كان واسع في كثير من المجالات، وأصبح تأثير أيضا في الميجا ستراكشرز واللي هي الأبنية اللي تحتاج إلى تقنيات عالية، كما يعني شاهد الآن في تصميم المطارات وخاصة تصميم مطار بيجين للراحلة زها حديد، وأيضا تطبيقه بدأ ينتشر على مستوى الأربن ديزاين والأربن بلانينج. يعني بالأربن ديزاين أيضا سوهو في شنغهاي للراحل زها حديد واللي هو تنفذ يعني مبنى جدا عملاق، وأعتقد يعتبر ضمن الأربن ديزاين. والآن تطبيقات يعني بدأت التطبيقات
الديجيتال اركتكتشر ديزاين تدخل على مستوى المدن والاربن بلاننج. طبعا احنا ما يخفى على الجميع لانه من الصعوبه يعني الدخول بتخطيط المدينه يعني باستخدام الديجيتال اركتكتشر ديزاين، كونها يعني مرتبطه بالكثير من القوانين، مرتبطه بالكثير من يعني المحددات اللي تصعب هاي المساله. ولكن الدراسات الحاليه بدت تتوجه بهذا الاتجاه لانها بدت تعطي مجموعه من الحلول. طبعا احنا الصعوبه دائما تكون من انا ما استطيع ان اعمل شيء بسبب وجود صعوبه، بسبب وجود قانون. في حاله وجود انه القانون اللي اقدر اوفره، اللي اقدر العفو اقدر أساعد في جانب معين في هذا القانون من خلال Parametric Design أو Digital Architecture Design، أكيد راح تكون الأمور أفضل. هذا يدينا لأنه الفكرة العامة لأنه Digital Architecture Design هو تطبيقاته على مستوى أبنية ومستوى يعني بنايات متعددة. ولكن في الحقيقة هناك أمثلة عالمية مشهورة لأنه استخدام Parametric Design أو Digital Architecture Design على مستوى جزء من بناية. أحد الأمثلة المشهورة اللي هو أمامنا الآن البريتش ميوزيوم، المتحف البريطاني، اللي هو عملية تسقيف الفناء الداخلي، واللي هو من قبل نورمان فوستر، اللي استخدم بها تقنية الدايناميك ريلاكسيشن ألغوريثم، اللي هي عملية حسابية ولكن صعب أدائها يدويا، فاستخدم الأدوات الرقمية. طبعا المساحة المغطاة هي تقريبا 6000 متر بمساحة تزجيج 6100 متر مربع سكوير ميترز، نتج عنها أكثر من تقريبا ما يقارب 5000 وحدة فولاذ مختلفة مع أكثر من 1600 قطعة زجاج. الهدف من هذا التصميم هو خلق سقف وتسقيف لهذا الفناء الوسطي بدون الحاجة إلى أعمدة داخلية. المثال الآخر اللي نشاهده الآن هو المعهد العربي في باريس أو العرب وورد إنستيتيوت سنتر، اللي استخدم جان نوفيل التقنيات الرقمية في الواجهة الأمامية. مثل ما شاهد الآن عملية استخدامها كانت في عملية سماح للإنارة بالدخول بكميات محددة بناء على اليوم، ساعات النهار خلال الصباح الأولى أو المساء أو القريب الظهيرة، وكذلك خلال فصل الصيف والشتاء مثل ما شاهد بالصور اللي أمامنا. طبعا بالمناسبة هو أكو أحد أعمال الراحل زاها حديد مقابل المشروع، هو بافليون أيضا لفترة أعتقد في سنة 2000 كان هذا المشروع أو 2004 عموما. فالآن يعني ننتقل إلى المحور الثاني من المحاضرة، اللي هي التسلسل التاريخي للعمارة والتصميم الرقمي والبيم. طبعا يعني دائما أنا أفضل يعني وجود التسلسل التاريخي يعطينا انطباع كيف تطورت الأمور، ويعطينا بعض الأحيان ليس بالضرورة لأنه كيف ستؤول إليه الأمور. من المعروف لأنه الحاسبة دخلت يعني بشكلها الحالي في خمسينيات القرن الماضي، وسريعا ما بدأ استخدامها في العمارة أو التصميم الرقمي Digital Architecture Design عن طريق برنامج اقترحه بروفيسور أمريكي اسمه البرنامج اسمه برونتو، والبروفيسور اسمه هنارتي، اللي يعتبر First Prototype أو الشكل الأولي للكاد. بعد ذلك بسنتين كريستوفر ألكسندر عمل البرنامج Object Oriented Programming. بعد ذلك بسنتين في 1962 Parametric Design ظهر عن طريق معماري الإيطالي لويجي موراتي، اللي يعتبر يعني الدراسات الأولى للبارامتريك ديزاين. يعني الكثير منا يعتقد أنه البارامتريك ديزاين شيء حديث، لا، هو شيء قديم يمتد إلى ستينات القرن الماضي يعني باستخدام الحاسوب. في عام 1965 بدت طفرة نوعية عندما قام إيفان سيدرلاند بتطوير برنامج اسمه سكتشباد، اللي هو نقلة نوعية بسبب بدء استخدام القلم في عملية التصميم. كان سابقا عندما
عند تصميم شيء معين أو رسم خط معين كان يحتاجون إلى تحديد الكوردينيشن، تحديد النقطة مثلاً 0-0 على النقطة 0-5 أو 4-5 أو كذلك. ولكن الآن أصبح من السهولة الرسم من خلال استخدام الإلكترونيك بن أو القلم الإلكتروني. بعد ذلك في عام 1968 ظهر الكاد بشكله الحالي من قبل فريق بحثي في جامعة MIT اللي بعدين طوروا برنامج اسمه Urban 2. 1975 ظهر برنامج اسمه Generator من قبل سيدريك برايس. وحتى عام 1982 طبعا اكو بعض البرامج خلال تلك الفترة وبعض الدراسات، ولكن اخذت يعني خلينا نقول الموست سيجنيفيكانت، اكثر البرامج اللي كانت لها استخدامات أو لها صدى في ذاك الوقت. في عام 1980 بدأت مرحلة ثانية من الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الصناعي، اللي هو تغيرت استخدام الحاسوب، وأصبح من 1980 بدأ استخدام الحاسوب بشكل شخصي. طبعاً خلال هاي الفترة الثمانينات ظهرت فكرة الكاد كام اللي استخدمها فرانك غيري باستخدام بتطوير برنامج كاتيا. بعد شراء برنامج كاتيا، كاتيا برنامج كان متخصص إلى صناعة الطائرات والسفن، إلى أنه فرانك غيري بسبب يعني حاجته إلى برامج معقدة لتنفيذ تصاميمه المعقدة، فالتجأ إلى هذا البرنامج وطوره. طبعاً الكاد كمبيوتر ايديد ديزاين، والكام هو الكمبيوتر ايديد مانيفاكتشرينج. بنفس الفترة بدأت تطوير 3D printing، يعني والعراب 3D printing أو Godfather اللي هو جاك هال. طبعاً 3D printing قد يكون بدأ قبل هذه الفترة، ولكن بشكلها الحالي بتطويرها الحالي هو بدأ بثمانينات القرن الماضي. في منتصف 1982 شركة جرافي سوفت أسست وبدأت بعمل النموذج الأولي للأركيكاد. في نهاية السنة بدأ ظهر الأوتوكاد عن طريق مايكل رايدل، يعني قبل ما تشتري شركة أودوديسك. 1984 ظهر البيم بالشكل الحالي. طبعاً قد يكون هناك اختلاف لأنه متى ظهر البيم، يعني الدراسات أكيد هناك كانت دراسات يعني في سبعينات القرن الماضي، ولكن البيم كظهور وأيضاً لم يكن يدعى بيم، كان يعني يطلق عليه البيلدينج ديسكريبشن سيستم. البيم يعني كمصطلح بيلدينج انفورميشن موديلنج ظهر في الفينيات القرن الفينيات هذا القرن. الاركيكاد ظهر بشكله الحالي كأول سوفتوير يستخدم البيم هو في عام 1987. برو انجينير ظهر كذلك في عام 1988 من قبل Parametric Technology Cooperation. 1996 شهد ظهور 3DS Studio Max. بعد ذلك 1997 ظهر النموذج الأول للIndustry Foundation Classes. المتخصصين في مجال البيم يعرفون هذا الموضوع هذا الاختصار. في عام 2000 شهد ظهور أول نموذج لجراس سوبر، هو الجراس سوبر في شكله الحالي ظهر في 2008 ولكن كنموذج بروتوتايب في 2000. في نفس العام ظهر الريفت من قبل شركة تشارلز ريفر سوفتوير، اللي بنفس السنة ظهر الـ IFC2. بعدها بعامين شركة أوتوديسك تشتري قامت بشراء الريفت. في عام 2005 ظهر بيلدينج سمارت اللي هي أحد يعني المؤسسات المتخصصة بالبيم. 2008 شهد البيم يعني تقبل واسع على مستوى الحكومات، حيث أصبح الحكومة الأمريكية أقرت بأنه للمشاريع أصبح أعتقد مندتري في عام 2008، أصبح إلزامي لبعض المشاريع في عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية. في 2011 الصين بدأت باستخدام البيم بصورة واسعة في مشاريعها. 2012 أو 13 الـ IFC4 يظهر. في 2014 و 2013 يعني نهاية 13 وبداية 14 الإمارات العربية المتحدة تبدأ باعتماد البيم في معظم المشاريع في ضمن مساحات وبجت معينة. 2016 بريطانيا أصبح إلزامي ضمن المشاريع ضمن ميزانية محددة، وعلى ما أعتقد 5 مليون
باوند فما فوق، واعتقد الان قللت هذا الرقم يمكن لثلاثة مليون باوند. ولا ننسى احد اهم الاحداث على مستوى يعني منطقتنا العربيه هو ظهور مجله ومؤسسه بيم عربيه في سنه 2015 يعني. وانصح جميع المتابعين اللي مهتمين بالبيم ويعرفون بيم عربيه ومهتمين بقراءه مصادر عربيه، بيم عربيه احد اهم المصادر باللغه العربيه لمجال البيلدينج انفورميشنال موديلنج. وشكرا جزيلا للمهندس عمر شريف لهذه الجهود الرائعه والكافه الكادر الذي معه. الان ننتقل الى العماره والتصميم الرقمي تطبيقاتها الموجوده حاليا. العماره والتصميم الرقمي لا تختص فقط في التصميم يعني وحده، انما تشترك ايضا في عمليات التنفيذ والديجيتال فابريكيشن كما موجود عندنا في متروبوليتان بارسل في اشبيليا في اسبانيا. العمليه يعني هي تمت بتصميم رقمي، ولكن حتى مساله الانشاء اصبحت باستخدام الديجيتال فابريكيشن. والمشروع ليس مشروع صغير، يعني مشروع جدا كبير على مستوى اربن ديزاين، ويحتوي طبعا تحته الى متحف ومنطقه اثريه، وكما تشاهدون في الصوره على الجانب الايمن يعني ممكن للناس ان يصعدون الى الاعلى لمشاهده المدينه من خلال يعني aerial view او من خلال المنطقه العليا. طبعا الديجيتال فابريكيشن مستمر يعني وله تطبيقات يعني كثيره على مستوى البافليون وعلى مستوى المنشآت الصغيره. هذا ينقلنا الى ال 3D printing وال 3D printer. مثل ما قلنا لانه جاك هول هو العراب لهذا الفكره او العمليه، فال3D printer ظهرت يعني بالسبعينات من القرن الماضي والثمانينات بدأت تتطور، ولكن الان بدأت لها يعني استخدامها يتوسع بشكل كبير، وبدأت تنتقل من مرحله بناء يعني ابنيه صغيره الحجم الى مرحله بناء الهاوسينج الى يعني مساحات كبيره، كما يعني عندنا الامثله في دبي والامارات العربيه المتحده بناء مساكن في باستخدام ال 3D printing تقنيات ال 3D printed. طبعا ال 3D printed هو ليست فقط يعني انشاء يعني جدران، اصبح الان دراسات حثيثه على انه كيف نستخدمها في عمليه الجنريتيف ديزاين اللي هي مختصه بالاعمده، لانه الاعمده اللي موجوده امامنا هي ليست فقط ذات شكل جمالي، انما ايضا ممكن الشكل هذا هو فعلا شكل وظيفي يتبع الحاجه او التحليل الانشائي لهذه الاعمده. طبعا هذا الشيء ينقلنا الى الارتفيشال انتليجنت واستخدامه بال 3D printing. واحد الامثله اللي يعني الان مشهوره اللي هو استخدام الستيل برينتينج كونكريت العفو ستيل برينتينج بالروبوتات والارتفيشال انتليجنت في تصميم وتحليل وتنفيذ جسر مشاة في امستردام يعني. وان شاء الله يعني في محاضرات لاحقه ان شاء الله يمكن عندما تتوفر معلومات كافيه عن هذا المشروع ممكن تكون هناك حلقه خاصه حول هذا المشروع، كونه يعني تطبيق جدا يعني جميل وبحاجه الى اخذ الامثله من عنده. عموما الان في الوقت الحالي بدينا بفكره ال 4D printing. الان انتقلت يعني العمليه من 3D printer الى 4D printer، واتوقع في مستقبل يعني قريب بعيد سيكون لها تطبيقات ايضا واسعه ضمن الكونستراكشن والاركيتكتشر. هذا ينقلنا الى الروبوتات في عمليه البناء. يعني الروبوتات الان استخدامها قد يكون ليس واسع في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع خلال 10 سنوات القادمه يكون يعني استخدامها جدا واسع في عمليات الكونستراكشن. والروبوتات اصبح استخدامها مهم كونها تساعد على انشاء بعض يعني بناء المنشآت اللي من الصعب بنائها بيد الحرفيين، على لا اقول من المستحيل، لكن من الصعب عملها بيد حرفيين لانها تحتاج الى جهود من المعماريين والمصممين بصوره خاصه والحرفيين لانتاج مثل هكذا اعمال. التطبيقات الاخرى اللي
الديجيتال اركتكتشر ديزاين اللي هي الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، والتطبيقات اللي يعني يعتقد البعض انها هي تطبيقات كماليه، مجرد اني يعني اضعها لغرض انه اكسب زبون او اكسب او يعني حاول اعمل دعايه، ولكن واقع حال تطبيقات على المستوى العالمي تطبيقات ابعد من هذا الشيء، هي تطبيقات تساعد على اتخاذ القرارات التصميميه. الفكره من عندها هو جعل المستخدم او الكلاينت او صاحب المشروع يعرف بالفعل كيف سيؤول المشروع. ممكن انا افترضنا ان عندي تصميم مدرسه او تصميم مركز ثقافي، اجعل المستخدمين هم من يختبرون البنايه وبالنتيجه يعطوني فيدباك. احنا دائما في عمليه التصميم اكو صعوبه بعمليه استحصال التغذيه الراجعه لغرض تطوير التصميم، يعني احنا حتى لن نضطر الى تغيير التصميم فيما بعد، يفضل استخدام الاوجمنتد رياليتي او الفيرتشوال رياليتي في مراحل يعني تصميم لهذا الغرض. الجانب الاخر والمهم ايضا يعني في الوقت الحالي اللي هو من يعني من قبل 15 سنه، لانه البيلدينج انفورميشن مودل اشرنا استخدامه بدا يتوسع، ويعني الخوض في هذا المجال ايضا يراد له يعني ساعات كثيره وليس من السهل يعني اختصاره، ولكن تطبيقاته يعني واسعه والموجودين يعني اعتقد اغلبهم من المختصين في هذا المجال. طبعا البيم انتقل و يعني اصبح احد يعني المسائل المهمه في الوقت الحالي هو الارتفيشال انتليجنس او الاي اي والماشين ليرنينج. يعني يعتقد البعض لانه الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس، يعني هناك مقولات لانه خلال السنوات القادمه يعني خلال 2050 قد تستبدل الاي اي يعني الكثير من التخصصات ومنها العماره. يعني هناك مقولات ويعني ابحاث تشير لانه 90% من المعماريين سيفقدون اعمالهم بسبب الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج. حقيقه انا اعتقد هذه المقوله او هذه الارقام او الاحصائيات فيها نوع من القسوه. اتفق مع الرقم 90% من المعماريين سنحتاج الى تغيير شكل والعمليه التصميم يعني اللي نتبعها في الوقت الحالي، ولا علينا لانه نواكب التطور ونحدث ما هو الموجود عندنا، لانه يعني عمليه انه ليس من السهوله القول انه المعمار سينتهي دوره خلال السنوات القادمه، لانه العماره يعني دائما اقولها لانه العماره علم ليس قائم بذاته، يعني وليس هاي ليست مثل على العماره، لانه العماره هو علم متعلق بعلوم اخرى والعلوم الاخرى في تطور مستمر، وبذلك العماره ايضا بالنتيجه ستصبح في تطور مستمر. فبنتكلم نرجع على مساله الارتفيشال انتليجنس. عندما نتحدث عن الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج احنا لا نتحدث عن التصميم العام للبنايه وشكل يعني الاشكال الغريبه، ولكن نتحدث عن كيف نستخدم هذا الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي في دعم القرارات التصميمية، سواء على المستوى دعم الشكل الوظيفي أو دعم يعني القرارات المتعلقة بالإنيرجي بيرفورمانس استهلاك الطاقة واستخدامها في البيرفورمانس دريفن ديزاين، يعني التصاميم المتعلقة بالأداء المباني. فهاي بدأت دراسات حثيثة حول الاستفادة من الارتفيشال انتليجنس في هذا المجال في دعم قرارات التصميمية. واللي أمامنا الآن هو احنا يعني الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الصناعي بدأ يساعدنا على اتخاذ قرارات تصميمية احنا رايديها، احنا حاطين الخطوط العامة لها، ولكن حساباتها إجراء الحسابات الخاصة بها تكون معقدة علينا. فالحاسوب والارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي يساعدنا في عملية دعم قراراتنا التصميمية وإعطائنا بدائل الحلول اللي نريدها، وممكن من خلالها نقرر أي بديل حلول هو الأفضل. ينقلنا هذا الشيء إلى الانترنت أوف ثينجز IoT والسمارت سيتيز. في الوقت الحالي طبعا أغلبنا متوعين لأنه استخدام الموبايل واستخدام الهواتف النقالة والحاسوب والارتباط المساكن في التطبيقات راح يؤدي إلى تغيير شكل المسكن، أصبح المسكن الذكي والمدينة الذكية، وبالنتيجة تغيير
المدينة والمسكن أكيد هذا يطلب من عندنا تغيير طبيعة عملنا، علينا نتفهم هذا التغيير. طبعا IoT متعلق بشكل من الأشكال بالبيج ديتا الآن، يعني الحرب خلينا نقول والصراع على مستوى دولي حول الـ5G والديتا، من يملك البيانات. فبالتالي لأنه البيج ديتا هو ما يصطلح عليه نفط المستقبل، هو راح يغير كافة المجالات، وأهم هذه المجالات هو شكل المدينة. وكما تعرفون أن عندما تتغير المدينة بالنتيجة تتغير مفرداتها المعمارية، وهذه المفردات المعمارية تحتاج إلى معماريين من هم مؤهلين إلى التعاون مع هذه المفردات. والآن انقلنا إلى موضوع آخر اللي هو في خلال السنوات الماضية بدأ النقاش حول البلوكتشين أو سلسلة الكتل. البلوكتشين يعني أعتقد كفكرة معروفة عند أغلب الناس حول العملة الرقمية البيتكوين وماثلها، ولكن هي تطبيقاتها على المستوى العالمي تطبيقات واسعة. هي فكرة أيضا البيج ديتا والديب ديتا والمعلومات اللي موجودة ورقمنة كافة البيانات، فأصبحت رقمنة الفعاليات والعلاقات بين كافة يعني قطاعات البناء والمعماري والتنفيذ والإنشاء وكافة المختصين، راح يغير من طبيعة العلاقات وطبيعة العمل، وبالنتيجة راح يغير بطبيعة عمل المعمار. يعني أصبح واحدة من التطبيقات لأنه تصبح عقود إلكترونية، فمن نتيجة لأنه أنا أصمم شيء وبعث للصاحب العمل، قد يكون أكيد يعني هو في مدينة ثانية أو في بلد آخر، وبدون ما حاجة لأنه شاهد صاحب العمل هو إحنا لي أوردي يعني متفقين على أنه هناك الخطوط العامة، وبالنتيجه أنا أستلم يعني جزء من المبلغ أو أحصل على الكونفرميشن، أحصل على الموافقة على التصميم الأول، وبالنتيجه أستمر في عملية التصميم. في هذه التسارع في عملية اتخاذ القرار بصورة رقمية راح تأثر بعملية التصميم، وكذلك على عملية التنفيذ. يعني عندما أنفذ جزء من المبنى ما أحتاج إلى أن أحصل موافقة أو أحصل تأكيد من قبل صاحب العمل أو المهندسين، لأنه الكل مربوط مع الكل من خلال شبكة معلومات وحساسات ومستشعرات تعطينا يعني موافقات على التصميم والاستمرار في العمل. لا أود الخوض يعني كثيرا في هذا الموضوع كونه لأنه هذا يرتبط أيضا بالإندستري 4 أو الثورة الصناعية الرابعة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يكون تطبيقاتها واسعة جدا عندما ننتقل من مرحلة البيم ليفل 2 إلى البيم ليفل 3. الآن ننتقل إلى البارامتريك ديزاين أو التصميم المعياري أو التصميم البارامتري. يعني مثل ما أشرت سابقا لأنه التصميم البارامتري هو جزء من الكمبيوتيشنال ديزاين، يعني قاعدنا التصميم الجنريتيف ديزاين والالغوريثميك ديزاين. والآن لكن بسبب المحاضرة يعني قصر الوقت لأنه ارتأت فقط البارامتريك ديزاين التصميم المعياري. فالتصميم المعياري يعني هناك تعريف من قبل وسيم جابي في كتابه Parametric Design for Architecture. ارتأيت أن أترك النص الإنجليزي حتى لا يعني مثل ما نقول يعني ينتهي مفعوله أو يخرب من ترجمة اللغة العربية، ولكن نحاول أن أفسر. يعني التصميم البارامتري أو المعياري هي عملية التصميم المعتمدة على التفكير الخوارزمي Algorithmic Thinking، الذي يمكن من تعبير عن المدخلات أو البارامترات والقواعد معها التي تعمل يعني معا على تعريف define وتحديد وتشفير encode وclarify وتوضيح العلاقة بين القصد من التصميم، قصدية التصميم والاستجابة في التصميم. طبعا قبل ما نروح يعني نتعمق أكثر في التصميم البارامتري، أشرت سابق لأنه راح يعني أذكر بعض النقاط حول algorithmic thinking. يعني نتكلم عن algorithmic thinking أو التفكير الخوارزمي، هو ببساطة هي استراتيجية لحل المشاكل والمسائل من خلال الفعاليات اليومية. يعني عندما نقول مشاكل نتحدث عن المشاكل ليست مشاكل يعني كproblems، ولكن هي مسائل. يعني عندما ذهاب إلى السوق أو عند تصليح السيارة، كل هذه هي مسائل علينا أن نفعلها بشكل يومي. فالتفكير الخوارزمي هي عملية تعريف الخطوات الواجب اتباعها للحصول على حل لمشكلة معينة. لنفرض
انه عندنا دخول للمنزل، يعني هذا مثال حول التفكير الخوارزمي بالصورة يعني علمية. دخلنا للمنزل لا يوجد واي فاي، فالخطوة الأولى اللي نتبعها هو check the router، نتأكد من الروتر اللي موجود أو الراوتر هل هو مربوط في الكهرباء أم لا. فإذا كان مربوط في التيار الكهربائي restart the router، اللي هي الطريقة العربية والطريقة العالمية في إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية، وإذا كان غير مربوط فنربط الروتر. بعد ذلك نتأكد هل شبكة الواي فاي متوفرة، إذا كانت غير متوفرة فعليه أن نبحث عن تبديل الجهاز، وبعد ذلك علينا بإعادة العملية مرة أخرى للتأكد من فعالية هذه العملية أو من عمل الجهاز. وإذا كان الواي فاي موجود وتوفر فبالنتيجة لأنه ممكن يعني تنتهي العملية ويصبح الواي فاي متوفر في أجهزتنا. فهذا الدايجرام هو دايجرام، هو يعني مخطط سريع ومبدئي لعملية الالغوريثميك ثينكينج. مثال حول البارامتريك ديزاين، نرجع على البارامتريك ديزاين مثل ما أشرت، لأنه هو البارامتريك ديزاين يختص بعملية إيجاد علاقات بين الديزاين كومبوننتس أو يعني أجزاء المشروع. عندما نتحدث عن مبنى، فأنا سابقا كنت عندما أرسم مبنى سواء بالأوتوكاد 3 دي اس ماكس أو أي برنامج آخر، أحدد لأنه ارتفاع الطابق الأرضي 5 متر، سقف 3 متر، سقف 3 متر سقف وهكذا. ولكن عندما أقوم بتغيير السقف أو ارتفاع السقف أحتاج إلى تغيير ارتفاع الجدار الرابط بين السقوف. ولكن في التصميم البارامتري لا أحدد، لأنه ارتفاع السقف هو الارتفاع بين ارتفاع الجدار هو ارتفاع بين سقفين. فعندما أحدد ارتفاع السقف بأربعة متر مبدئياً، عندما أغير السقف للخمسة متر فالجدار يتغير. كذلك هذا ينطبق على المساحات، خلينا نفرض الشبابيك، الفتحات الموجودة، أفرض أنه أعطي قاعدة لأنه المساحة الشبابيك هي 20% من مساحة الأرضيات، أو تسمح لنا بدخول X كيلووات سكوير متر بيرير، كمية إشعاع شمسي، أو لها ارتباط بأمور أخرى، أو ارتفاعها من السقف نصف متر ومن الأرض 80 سنتيمتر وهكذا، ممكن أن ندخل لها. فيعني مثل المثال اللي أمامنا الآن، إحنا ما نحدد بالضرورة أبعاد الجدار أبعاد الغرف، ولكن نعطي القوانين الرابطة بين هذا، حتى توزيع الأثاث نعطي خوارزمية خاصة بها لهذا الأمر. فما نحدد بعد محدد، نقول 4 متر 5 متر أو مساحة الغرفة 30 متر مربع أو 20 متر مربع، وإنما نعطي محددات وهي بالنتيجة راح تظهر عندنا بالأشكال، ولكن يبقى إحنا أصحاب القرار في اتخاذ الشكل النهائي. الآن ننتقل إلى تطبيقات التصميم البارامتري. عندما نتحدث عن تطبيقات التصميم البارامتري يتبادل على ذهننا أن التصميم البارامتري هو التصميم اللي أبنية بالوقت الحالي، تصميم زها حديد أو فرانجيري والأبنية اللي بعد الألفين. ولكن في الحقيقة أحد أقدم التصاميم البارامترية اللي اعتمدت المنهج البارامتري والألغوريثميك ثينكينج هو كنيسة العائلة والسرقادة فاميليا لأنطوني جاودي، في اللي كانت يعني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واللي استخدم جاودي فيها النهج البارامتري بصورة يدوية. يعني احنا أشرنا سابقا لأنه التصميم البارامتري هو يعتمد على التفكير الخوارزمي، وبالنتيجة يعتمد على الحاسوب، هو ليس الاعتماد إنها على الحاسوب، وإنما الحاسوب ساعدت في تسريع هذه المهمة. فالتصميم اللي معتمد لهذه الكنيسة كان يعني لا يوجد شيء مماثل لا شيء آخر، كل العناصر مختلفة، الأعمدة لا يوجد يعني عمود يماثل عمود آخر. التطبيق الآخر اللي هو التطبيق المعتمد على performance design أو adaptive skin parametric design، اللي هو يعتمد على أداء المبنى. يعني في المثال اللي أمامنا الآن هو الأداء building energy performance أو
طاقة المبنى، يعني أداء المبنى من ناحية استهلاك الطاقة، كيف يكون استهلاك الطاقة. مثال آخر يعني عندنا على الجانب الأيسر نفس المبدأ اللي هو performative design، اللي هو اعتمد على الإنارة، كيف تدخل الإنارة وبالنتيجة استخدامها في حسابات البارامترية. المثال على الجانب الأيمن اللي هو استخدام parametric design في تحليل الصوت وبالنتيجة وضع كاسرات صوتية باعتماد أفضل، يعني أفضل تصميم باعتماد النهج البارامتري. الأمثلة المعتمدة بصورة واسعة هي استخدامها يعني من خلال البارامتريك ديزاين، اللي هي اعتماد البارامنتال باراميترز اللي هي حركة الشمس، حركة الرياح، الظلال وهكذا. هذه الأمور استخدامها جدا واسع وسهل في التصميم البارامتري. عندما تحدث يعني عن تصميم البارامتري، يعني تحدثنا سابقا على أمثلة يعني عدا مثال أنطونيو غاودي، أمثلة يعني غير مصمم غير منفذ. ولكن بالانتقال إلى أمثلة عالمية منفذة، يعني هناك أمثلة عدة عالمية منفذة، ولكن أشهرها هو تصميم شنغهاي تاور، والذي يعد ثاني أعلى بناء بعد برج خليفة في دبي، ليرتفع أكثر من 600 متر، أعتقد 632 متر. هذا المبنى اعتمد واستخدم الجراس هوبر كبارامتريك ديزاين تولز في تصميم المبنى لغرض تقليل تأثير الرياح. كما تعلمون أنه كل ما ارتفع المبنى زاد تأثير الرياح عليه، وبالنتيجة لأنه الرياح بارتفاعات عالية خاصة بعد ارتفاع 200 و300 متر تصبح جدا قوية وتأثيرها على المبنى واسع. فاعتمدوا بارامترات تو باراميترز اللي هو السكيل المقياس والروتيشن اللي هي التدوير. فكان السكيل والمقياس اختاروا أفضل مقياس، يعني مساحة السطح، تقليل مساحة السطح بأفضل نسبة لأفضل تدوير للهدف من تقليل تأثير الرياح. فكانت النتيجة لأنه مساحة السطح تكون 55% من مساحة الأرض، مساحة الفوتبرنت الأساسية، وبدرجة تدوير 120 درجة في الروتيشن. هذا المثال الأول. المثال الآخر اللي عندنا اللي هو ملعب الأولمبي في بكين، اللي هو عش الطائر. للوهلة الأولى يعني للناظر من خلال الشكل يتبادل للذهن لأنه هو تصميم عشوائي عبارة عن خطوط وخيوط بالفعل تشبه عش الطائر، ولكن واقع حال أنه قد تم اعتماد التصميم البارامتري لتقليل استخدام لأقل يعني كمية ممكنة من استخدام الحديد، يعني كمعلومة لأنه الحديد المستخدم في هذا والستيل المستخدم، الفولاذ المستخدم في هذا المشروع هو فولاذ خاص تم إضافة بعض المواد منها الكبريت لغرض تقوية، وقد تم استخدام بارامتريك ديزاين لغرض إنشاء يعني الهيكل الخارجي بأقل كمية ممكنة من الحديد. والصورة اللي على اليمين توضح هذه العملية. المثال الثالث والأخير أيضا من الصين، اللي هو أسبح الأولمبي وهو جانب الملعب الأولمبي اللي هو يدعى الوتر كيوب. قد تم استخدام مبدأ الفوروناي أو معادلة فوروناي في تحليل الهيكل الإنشائي واستخدامه، عفوا في استخدامه في تصميم الهيكل الإنشائي وليس تحليل الهيكل الإنشائي، واعتماد مبدأ فوروناي كونه أفضل شكل إنشائي يتم اعتماده لمثل هذه المنشآت. والواضح أمامنا يعني بأسفل الشاشة كيف كان يعني التحليل الخاص بهذا المنشأ. اللي أريد أركز من خلال يعني الأمثلة اللي أشرت إلها التركيز، لأنه ثلاثة أمثلة تم اعتماد التصميم البارامتري ليس لغرض إنتاج شكل جميل، وإنما كان هناك سبب. هنا القصدية اللي أشرنا إلها سابقا في عملية التصميم intention. الحالة الأولى كان هو الهدف من عدة تقليل تأثير الرياح، الحالة الثانية هو تقليل كمية الفولاذ المستخدم، والحالة الثالثة اللي هي عملية المساعدة في التصميم الإنشائي بأفضل شكل لهذا التصميم. فدائما يعني ما نركز على أنه البارامتريك ديزاين أو الديجيتال ديزاين فائدتها
يعني أكبر مما إحنا نتوقع. أدوات التصميم البارامتري عدة طبعاً، هي التصميم الرقمي والبارامتري مشترك في بعض الأحيان. فالأدوات هي أغلبتها معروفة عندنا، الأوتوكاد 3 دي اس ماكس، الماير، الريفيت، والأركيكاد والراينو، طبعاً المتخصصة في البارامتريك ديزاين اللي هي الجراسوبر والداينامو، الجراسوبر فور راينو والداينامو للريفيت والجنريتيف كومبوننت. يعني أعتقد الأمثلة أغلبية البرامج هي معروفة، لكن على كاتيا اللي أشرنا لها لأنه يستخدمها فرانك جيري وجيري تكنولوجيز، والبنتلي اللي تستخدم بالعادة بالطائرات ولكن يستخدمها البعض في تصميم المنشآت وخاصة المنشآت الحديدية. الآن ننتقل إلى يعني الجزء الأهم عندنا اللي هو البارامتريك ديزاين and BIM. عندما نتحدث عن البارامتريك ديزاين and BIM والبيلدينج انفورميشن موديل او نموذج المعلومات البنائيه، فعلينا نعطي امثله. مثل ما اشرت سابقا انه التصميم البارامتري يرتبط بقواعد وعلاقات التحكم في العلاقات الهندسيه داخل مورفولوجيا الشكل، يعني مثل ما نشوف بالمثال اللي تحت، لانه الحركه لانه اكو علاقات متاثره مربوطه، الشكل مرتبط مع الاشكال الاخرى بخوارزمية معينة. في حين يقابلها الـ Building Information Modeling وتمثيل رقمي الخصائص المادية والوظيفية للمبنى، يعني التمثيل هو اللي موجود عندنا سواء على مستوى Structure، على مستوى القشرة الخارجية، على مستوى تصريف المياه وتزويد المياه، على مستوى Fire Fighting. هذه الأمور اللي يمثلها الـ BIM Modeling أو الـ BIM. طبعا اذا انتقلنا الى استخدام البيم والبارامتريك ديزاين، لو فرضنا الجراف اللي راح نشوفه الان، الشكل اللي راح نشوفه اللي هو عمليه التصميم بالاتجاه يعني من اليسار الى اليمين، مراحل التصميم، وبالمقابل من الاسفل الى الاعلى تمثل لنا الجهد في عمليه التصميم. كما هو معروف انه استخدام البيم يصبح أوسع كلما تقدم وتطورت عملية التصميم، ويصبح أعلى يعني استفادة من الـ Building Information Modeling خلال عملية التنفيذ. يقابله الـ Parametric Design، يعني يبدأ بأوج عطاء في مراحل التصميم الأولية والفكر الأولي، أنه يتعلق بعملية الـ Computational Design والـ Algorithmic Thinking، ويقل تأثيره، ما أقول يعني عدم تأثيره، إلى مرحلة التنفيذ، لأنه يظل هناك تبقى بعض الأمور والجوانب اللي ممكن انه تبقى بها parametric relationship، علاقات بارامترية. طبعا هذا الجراف ينقلنا الى المخطط ماكليمي اللي هو من integrated project delivery guide اللي خاص بالamerican institution of architecture، والعلاقة تقريبا مماثلة. يعني إذا نشوف الـ Parametric Design Capabilities يقابلها القابلية على التغيير في التصميم بأقل كلفة، يعني من نغير في التصميم في هذه المرحلة تكون كلفة أقل. والـ BIM بالمقابل إشارة لأنه العلاقة مع أيضا مع كلفة التصميم Cost of Design Changes. لهذا الجهود الحثيثة يعني من اللي تصير حاليا، لأنه شلون نبدي ندفع عملية التصميم Traditional Design اللي هو المخطط رقم 3 من مراحل متأخرة إلى كمخطط رقم 4 إلى مراحل متقدمة، حتى يكون التغييرات الخاصة بالتصميم تغييرات أقل الكلفة، يعني ليست بمكلفة جدا، فبالنتيجة ممكن تغيير بسهولة. فعملية التصميم يعني الآن اللي موجودة حاليا هي عملية تصميم، يعني الكلفة التغيير في هذه العملية كلفة عالية جدا، خاصة إذا كانت في مراحل متأخرة. نرجع إلى Parametric Design Model Based on BIM، واللي هو التصميم البارامتري المعتمد على نموذجة المعلومات البنائية. قبل ما ندخل في هذا الموضوع، يعني أحب أنه يعني نشير لأنه ما هو الموديل، ما هو النموذج. أرتوك بنيمي دائما ما كان يكرر لأنه النموذج هو عبارة عن تبسيط لحقيقة معينة لغرض لهدف. طبعا هو هذا المقولة ما أخذها يعني من جيف روثربرغ من بحثه Artificial Intelligence Simulation and Modeling في 1980.
عندما نتحدث عن الموديل نتيجة على ذلك هو الموديل هو لغرض قماشنا هو عملية يعني تبسيط أو إظهار شيء لغرض معين. يعني الموديل في الفاشن في الأزياء يختلف عن الموديل في عملية في عند أهل الطب والمتخصصين في مجال الطب. موديل في الرياضيات يختلف عن موديل الفيزياء. كل ما نشاهد الآن أمامنا هي موديل تختلف بطبيعة والغرض من هذه الموديلات. الموديل يعني حتى الموجود هو موديل موسيقي اللي موجود أمامنا. فهذا ينقلنا لأنه الموديل المعماري أيضا إلى يعني جوانب خاصة. هناك أنواع من النماذج المعمارية ولكن علينا أن نعرف ما هو الهدف من إنشاء هذا الموديل. النموذج الرقمي أو النموذج الفيزيائي أو الفيزيكال موديل والديجيتال موديل. فالآن ننتقل إلى النموذج البارامترية أو البارامتريك موديلينج. البارامتريك موديلينج هي إنشاء نموذج رقمي قائم على سلسلة من القواعد والخوارزميات المبرمجة أو المحددة مسبقاً والمعروفة باسم المعلمات أو الباراميترز. طبعاً هي يعني النموذج وعناصره يتم إنشائها تلقائياً كما أسلفنا سابقاً بواسطة هذه العلاقات أو ما يدعى بالحجج المنطقية الداخلية بدلاً من معالجة هايدوين. يعني إحنا نعرف العلاقة ونطي طبيعتها وبالنتيجة راح نترك الحسابات المعقدة للحاسب بعد ما عرفنا لها إحنا بالضبط الهدف من عندنا من هذا العلاقة الشريد والعلاقة شنو طبيعتها والمدخلات ما هي نوعيتها. طبعاً نتكلم عن البارامتريك ديزاين. هذه يعني يا أما على مستوى مشروع كامل يعني نقدر نشتغل عليه أو على مستوى سقف كما موجود في الجانب الأيمن من الأعلى أو على مستوى واجهة كما موجود في الجانب الأيمن الأسفل. يعني هذه التصميم البارامتري يعتمد على المدخلات والعلاقات والخوارزميات والصيغ، في حين يقابلها بالبيم لأنه على مستوى مبنى كامل هو يعتمد على التلاعب في هندسة هيكل المبنى، على معرفة الهيكل اللي موجود للمبنى على مستوى الواجهة على مستوى التغيير يعني عناصر المبنى نفسه من صرف صحي إلى الهيكل الإنشائي إلى الهيكل الخارجي إلى الكيرتن، كل هذه الأمور. فهو بالنتيجة ليس التلاعب بصيغة التصميم وإنما بقدر ما هو التلاعب بهيكل المبنى على مستوى يعني الجدران وغيرها من building objects أو contents. ف البارامتريك ديزاين ابروتش يعني ينقلنا الى انه التصميم البارامتري معتمد على نقطه خط وسطح. بالنتيجه التصميم البارامتري سيكون مؤهل الى اي يعني القابليه للتصميم البارامتري قابله للتنفيذ في اي مجالات التصميم مثل ما اشرنا الاجهزه الاثاث سيارات وغيرها من القابليات. ولكن في مجال البيم بسبب لأنه متعلق بالستراكتشر متعلق بالهيكل للمبنى الهيكل على كافة مستوى الهيكل الإنشائي الهيكل المادي والخارجي والداخلي. فبالنتيجة لأنه تطبيقاته على مستوى المباني والكونستراكشن اللي هي متعلقة أيضا بالإنفراستراكتشر كالطرق والجسور وغيرها. تطبيقات قد تكون مشابهة، هناك تطبيقات مشابهة على مستوى تصنيع الطائرات والسيارات ولكن تبقى تصميم تطبيق البيم بالديفورميشنال موديلينج تطبيقات محددة. لذا نتكلم عن البيم والبارامتريك ديزاين ابروتش يعني هذا يخلينا يعني نفرق الى اربع محاور أساسية اللي هي الأوبجكت موديلينج نمذجة المكونات والديتا فلو موديلينج نمذجة تدفق البيانات والبروسيجرال موديلينج والنمذجة الإجرائية والنمذجة الترابطية. طبعا هذه هي أدوات النمذجة البارامتري ولكن ليست بالضرورة هي هذا التصميم البارامتري، حيث أن التصميم البارامتري قد يكون مختص فقط في جانبين اللي هن ديتا فلو موديلينج والبروسيجرال موديلينج، في حين الجزء الأخير أو نمذجة الترابطية Associative Modeling اللي هي BIM Process. عندما نتكلم عن الأربع محاور أو أربع طرق للنمذجة اللي هي
الحالة الأولى الأوبجكت موديلينج اللي هي نو إتريشن، لا يوجد تكرارات، يعني التكرار صعب، اللي هي مثل استخدام السكتش أب أو استخدام الـ 3 دي اس ماكس أو استخدام الأوتوكاد. مالتي أوبريشنال إتريشن، التكرارات المتعددة اللي هي الجراسوبر ويماثلها أيضا الداينامو، حيث التكرارات تكون هنا عندما نقوم بتعديل يصبح لدينا الكثير من التكرارات، الكثير من الخيارات التصميمية اللي من الممكن قياسها وتعديلها والرجوع لها دون يعني جهد يذكر. السنجل اوبريشن اتريشن اللي هو معتمد على التعديل الواحد اللي هي اركيكاد والربت، تعديل سهل ولكن ما يعطينا خيارات متعددة، هو النموذج الواحد اللي عندنا نعدله ويصبح عندنا نموذج آخر، ليس كما عندنا في الداينامو والجراس أو تصبح عندنا مجموعة نماذج وهيستري وتاريخ للنماذج اللي عندنا. طبعا هذا التعريف أو التفصيل هذا الأنواع. انقلنا إلى الداد ليفل أو ديجيتال أركيتكتشر ديزاين ليفل. هذا الديجيتال أركيتكتشر ديزاين ليفل أنا تقسيم شخصي قابل للمناقشة والتفنيد، لأنه أنا قسمت يعني بناء على الكتابات من روبيكا أوكسمان ومارك بيري وغيرهم، هناك ست محاور أو ست مستويات لعملية استخدام الأدوات الرقمية والتصميم الرقمي. المحور الأول اللي يمكن شايفيه في كثير نحن في كثير من الأحيان في الناس الغير أصحاب الاختصاص عندما يستخدمون الأدوات الرسم لتصميم أو رسم البيوت، وهذا شايفيه في الكثير من الناس اللي يجون عندهم في مخططات في بالهم يردوها يستخدموها في يساعدون المعماري في تصميم أبنيتهم، مثل اللي موجود كورال والبينتر، وحتى بعض الأحيان يستخدمون الوورد والباوربوينت. المستوى الآخر هو مستوى الديجيتال دروينج اللي هو نستخدم الأوتوكاد عدة، اللي أصبح مجرد ما نقلنا الرسم من الورق إلى بيئة الأوتوكاد وقابلية التعديل البسيطة. المستوى الثالث هو 3D modeling for visualization مثل 3DS Max والSketchup. المستوى الأعلى اللي حالياً الكثير من عندنا وشبابنا يعني يستخدموا اللي هو الربت والأركيكاد، اللي هو 3D modeling for evaluation and collaboration اللي هي للتعاون والتقييم. المستوى الأعلى اللي تكلمنا عنه اللي هو استخدام 3D modeling أو نمذجة لإيجاد الشكل وform finding من خلال parametric design وgenerative design. والمستوى الأخير اللي هو level 6 والمستوى السادس اللي هو 3D modeling for evaluation and simulation اللي هو للتقييم والتمثيل، الغرض من عنده design optimization للحصول على التصميم الأفضل. طبعا الحقيقة لأنه أنا اللي inspired من هذا levels اللي هو BIM levels، يعني ممكن نطبقه على BIM levels اللي موجودة for levels، فحين يعني ممكن المستوى الأول من المخطط اللي عندي والمستوى الثاني ممكن نطبق عليه BIM level 0 والمستوى الثاني مع الثالث BIM level 1، في حين الآن إذا استخدم بصيغة صحيحة BIM level 2 الربت والأركيكاد. من المتوقع أنه level 6 level 3 في البيم يمثله level 5 و level 6 في المستويات اللي موجودة. يعني من ندخل في الجنريتيف ديزاين أو الانتويتيف ديزاين راح ندخل إلى مرحلة السكس دي حسب مقاييس أو السبن دي في بعض المقاييس بيم ستاندرز. الآن أقول كثير من المحاولات لربط التصميم البارامتري مع البيم مثل ما أشرت في الجراف السابق، لأنه هناك محاولات لجعل عملية التصميم بصورة يعني خلينا نقول أساسية في مراحل أولية. البرامج الكثيرة اللي موجودة كان من أقدمها وأوائلها اللي هو جيومتري جيم، فيما بعد أكو موجود أنار بلاس وكاميليون، ومن أفضل ما موجود اللي هو الداينامو مربوطاً مع الربت أو ممكن يعني ستاندالون سوفتوير موجود كسوفتوير واحدة، والجراف العفوان جراسوبر اللي هو مع الربت العفوان مع الأركيكاد هو موجود مع الربت، بس الآن في الوقت الحالي الربط موجود مع الأركيكاد بصورة جيدة.
طبعا افضل يعني برنامجين هن الداينامو والجراسوبر، والاعتماد على الجراسوبر بصوره واسعه حاليا كونه اوبن ريسورس، كافه يعني المصادر مجانيه او اغلب المصادر هي مجانيه من ناحيه الجراسوبر. هذا ينقلنا الى يعني محور يعني اريد اشير له قبل يعني ونقاط مهمه، لانه تاثير البيم والتصميم المعياري والتصميم البارامتري على الممارسه المعماريه المعاصره واسع النطاق، لانه لا يؤدي ببساطه فقط الى زياده الكفاءه في طريقه تسليم المشاريع، ولكن البيم والبارامتريك ديزاين اعادوا تعريف كيفيه مشاركه المعرفه بالتصميم مع اصحاب القرار واصحاب المشروع في اصحاب المصلحه في المشروع، لانه اصبح من الممكن الكلاينت يتدخل بصوره معينه او المعلومات اللي خاصه من الكلاينت، والمستخدمين البنايه بداوا يساعدون في عمليه اتخاذ قرارات التصميم، وبالنتيجه انا اذا صاحب المبنى او المستخدم المبنى يعني اعطاني الفيدباك او اعطاني التغذيه الراجعه لي، اصبحت لانه البنايه هي فعلا يعني تناسبه وفق ما هو يريد. هناك الكثير من الـ يعني الـ الفيديوهات، ولكن يضيق الوقت، اعتقد يعني نتركها الى وقت يعني اعتقد راح يعني ارسلها الى الاستاذ محمد مهندس محمد، ممكن ننشرها في تعليقات لاحقه. الكتب والمصادر حول التصميم البارامتري، هناك كثير من المصادر يعني حول التصميم البارامتري، أوكسمان لديها الكثير من الأبحاث ولكن عندها كتاب وحيد اللي هو Theories of the Digital Architecture، Contemporary Digital Architecture كتاب رائع جدا، Architecture in the Digital Age كذلك، هو Digital Architecture Now أيضا من الكتب العملاقة والجيدة. Digital Architecture Now هو كتاب يعني يحتوي على رسومات وتصاميم أكثر ما هو كتاب يحتوي على نظريات مثل كتابين السابقين، والأستاذ أحمد حسب يعني متفضلا قبل أسابيع أدى محاضرة جدا رائعة حول هذا الكتاب، وأخذ صفحة صفحة وموضوع موضوع، يعني للراغبين برؤية الكتاب والاطلاع عليه أنصحهم بمتابعة المهندس العزيز الأخ العزيز أحمد حسب. مصادر البارامتريك ديزاين، اعتذر المصدر مشترك هنا الديجيتال اركتكتشر ديزاين ناو، المصادر المختصه في البارامتريك ديزاين، بارامتريك ديزاين فور اركتكتشر اللي اشرت الى وسيم جابي، وبارامتريك اركتكتشر وذ جراسوبر. بما انه احنا يعني تقريبا وصلنا ل يعني الجزء الاخير من المحاضره، دائما احب نشارك هذا السلايد، لو يعني هناك فكرة للانتقال من نقطة X إلى النقطة Y، نقطة X مثل بريطانيا وY أعتقد اليونان، فهناك ما هي الوسائل المعتمدة يعني للي للسفر أو الانتقال من نقطة X إلى Y؟ في العادة يعني الأغلب قد يعتقد أو يختار الاختيار B اللي هو اختيار الطائرة كونها أسهل وأسرع، ولكن قد يختار البعض اختيار D القطار كونه أرخص، البعض قد يختار الباص أو السفرة السياحية أو السيارة الخاصة كونه لديه هدف بزيارة أكثر عدد من الدول، البعض قد يختار الذهاب بالباخرة لاستمتاع برحلة أو بمغامرة جديدة. إذن الوجهة واحدة ولكن الأهداف من هذه الوجهة متعددة. المثال الآخر اللي هو الانتقال من الأرض إلى القمر، يعني أكيد ما راح نستخدم وسائل بدائية للانتقال من هذا النقطة إلى المكان الآخر، ولكن راح نعتمد على وسائل تقنية تكنولوجيا متطورة للانتقال. بالمقابل عندما نفكر بالانتقال من نقطة من مبنى إلى مبنى آخر، سواء على مستوى مجمع سكني على مستوى مجمع جامعي، أكيد الخيارات الستة السابقة طبعاً للمعظم، يعني أنا في العراق يعني من بين بناية بناية نستخدم سيارة بسبب الجو وبسبب يعني الحرارة، ولكن يعني بصورة عامة
لأنه هذه الخطوات أو هذه العفو الاختيارات الستة هي اختيارات غير فعالة، ويبقى الاختيار الأمثل وهو الاختيار البدائي، والاختيار الأبسط هو اختيار المشي. عليه من خلال الأمثلة السابقة، السلايدات الثلاثة السابقة اللي أريد أوصلها من خلالهن، لأنه إحنا عندنا عملية تصميم والكثير من الأدوات. لا زال القلم، طبعاً أنا مو أريد digital technologies، يعني خلي الناس تستخدم digital technologies، لكن الهدف من عندنا لأنه أريد لأنه المعماري نعرف كمعماريين متى نستخدم الديجيتال تكنولوجيز واي اداه نستخدمها من هذه الادوات الرقميه. لحد الان القلم يمثل افضل اداه رقميه، اداه لعمليه التصميم. ما اعتقد لحد الان حسب نظري، قد يختلف معي البعض، لانه هناك اداه رقميه استبدلت القلم في المراحل التصميم الاوليه مع اول بدايه التصميم، لانه القلم يعطيك الحريه في رسم اي شيء. قد يكون مراحل ما بعد التصميم الأول، ما بعد السكتش نبدي، لأنه البارامتريك ديزاين يبدي والالغوريثميك ثينكينج يساعدنا على التصميم، ولكن يبقى القلم في المراحل الأولية هو أفضل شيء. أعتقد استخدام القلم انعدم، ما أعتقد يعني أكو مؤسس حاليا أو مكتب معماري يعني يعطي مخططات إلى الكلاينت أو صاحب المصلحة مخططات مرسومة بالورقة والقلم. أعتقد يعني قد يكون بالإجماع لأنه يستخدمون الديجيتال تولز على الأقل الأوتوكاد في مثل هذه الأعمال. فاللي أريد أرجع أوصل لنا أنه إحنا عندنا الأدوات متعددة، الوسائل متعددة، كلها للمساعدة في عملية التصميم. ليس استخدام البيم هو الافضل دائما، وليس استخدام البارامتريك ديزاين او الجراس اوبر او الداينامو هو الافضل دائما، وليس استخدام الهاند دروينجز او الرسم اليدوي هو الافضل دائما، او العكس صحيح، في بعض المراحل البيم هو الافضل، في بعض المراحل الرسم اليدوي هو الافضل. يعني هناك مقوله لاينشتاين معروفه، لانه الجنون، يعني قد تكون ترجمتي مو صحيحه والترجمه العربيه مو صحيحه، ان الجنون هو ان نفعل نفس الشيء مره بعد اخرى بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وننتظر يعني نتائج مختلفه. يعني احنا حتى نواكب التطور ونبدا نغير من واقع حالنا علينا، لانه نغير البروسيس، ذا اولد بروسيس، نغيرها الى بروسيس جديده بالنتيجه، عمليه جديده، عمليه تصميم جديده للحصول على نتائج جديده. والا اذا بقينا ضمن البروسيس القديمه، ضمن العمليات التصميم التقليدية، ما راح نقدر نطلع من العمليات، من النتائج التصميم التقليدية. ودائما ما يعني أشير لأنه من المهم جدا لأنه نعطي مجال للفرص الجديدة. قد تكون هذه الفرص هي نقطة التحول ونقطة التغيير في مجرى حياتنا على المستوى العملي، ونحاول أن دائما نجرب. مو بالضرورة كل شيء جديد هو صحيح، ولكن من الأفضل يعني نعطي فرصة لهذه الأشياء قد تكون هي سبب في تغيير مستقبلنا ومستقبل العمل المعماري الخاص بنا على المستوى الشخصي أو على المستوى الأكاديمي أو على المستوى المؤسساتي. كما يعني أسلف السابق، لأنه الحلقة إن شاء الله يعني وصلت إلى نهايتها، وهذا السلايد الأخير. مقولة داروين في كتابه أصل الأنواع، لأنه أشار لأنه ليس الأذكى من يستطيع النجاة، وليس الأقوى، ولكن الذي يستطيع النجاة هو الذي لديه القابلية على التحول والتأقلم مع البيئة الجديدة. أعتقد يعني قد تكون لي خلينا نقول reflection أو رأي يضاف إلى هذا، يعني أنا مو بدرجة داروين في هذا الشيء، ولكن أعتقد إحنا كطبيعة مهندسين أو الناس بصورة عامة في الوقت الحالي، يعني خاصة في زمن الديجيتال أيج أو الديجيتال نيتيف والديجيتال إميغرانس، يعني الوقت الحالي أغلبيتنا لدينا القابلية على التحويل والتغيير وقادرين على التأقلم، ولكن اللي نفتقده هو نفتقد الشجاعة في هذا التغيير والتأقلم. والأمثلة اللي مشهورة عندنا اللي هي مثال شركة كوداك. كوداك كانت يعني لحد تسعينيات القرن الماضي هي
يعني أكبر الشركات العالمية في مجال الكاميرات للعلم هي من اخترعت الكاميرا الرقمية، ولكن عدم شجاعتها في دخول الكاميرا الرقمية وخوفها من الخروج من الكومفورت زون الذي المجال المريح، كونها كانت تمتلك أكبر يعني مبيعات في الكاميرات والأفلام، وخوفها خسارة هذا الشيء بدخولها عالم الكاميرا الرقمية، أدى إلى خسارتها سوقها فيما بعد في سنوات في مطلع الألفينات، ودخولها يعني عالم الكاميرا الرقمية متأخرة ودون جدوى. يعني الشركة أعتقد عمرها 130 سنة، في 1888 أنشئت وكانت عملاقة من يوم إنشائها، ولكن خسرت هذا الشيء بسبب ما أقول الجبن، ولكن عدم شجاعتها بالدخول. والمثال الآخر والمشهور أيضا شركة نوكيا، اللي أيضا كانت تمتلك أكبر سوق للهواتف النقالة لحد عام 2010، ولكن عدم جرأتها في دخول مجال السمارت فونز أو الهواتف الذكية وبقائها ضمن الكومفورت زون أدى إلى خسارتها هذا الماركت، ودخولها أيضا للمجال هذا الأسباب متأخرا، والنتيجة الآن هي غير يعني غير معروفة أو يعني مبيعاتها قليلة مقارنة بما موجود في الأسواق الحالية. ونشاهد الآن الشركات كيف تعمل على تطوير نفسها للغرض، يعني حتى وإن كانت يعني على مستوى أبل أو هواوي أو غيرها، كيف دائما يعني في تحديث مستمر لغرض التطوير. أشكركم جدا، وهذه المصادر الخاصة بالمحاضرة اليوم أيضا سأرسلها الأخوة الأعزاء لنشرها للاستفادة منها. أنا سعيد جدا وأتمنى أنه ما أطلت عليكم، ما أعرف بالضبط هل احتفظت بالساعة أو ساعة وعشر دقائق. الآن يعني سعيد لسماع أسئلتكم، إن شاء الله ستكون إن شاء الله إذا رغب الأساتذة في عربية والأستاذ عمر شريف مهندس عمر سليم عفوا والأستاذ محمد في محاضرة أخرى حول Sustainable Design and Building Energy Performance and Analysis، التصميم المستدام وطاقة الأبنية وأداء طاقة الأبنية وتحليلها. شكرا جزيلا، وباستماع آرائكم. الحاب التواصل معي لاحقا، يعني هذا الإيميل موجود أمامكم. شكرا جزيلا. ألف شكر حضرتك دكتور، وحضرتك ختمت المحاضرة بحاجة بسيطة جدا، واعد كنا حضرتك تكلمنا عن تصميم Sustainable Design، وإن شاء الله منتظرين المحاضرة دي بإذن الله. لو سمحت إن شاء الله إن شاء الله عنده سؤال يعمل راس هند. أوكي، لا أحد عنده سؤال يعمل راس هند. مهندس أحمد بيقول لك جزاكم الله خيرا سعادة الدكتور زاهر، عرض ممتع للتصميم البارامتري. والدكتور أحمد حسن بيسلم على حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موجود الحمد لله. موجود؟ طب شرفنا بوجود أستاذ أحمد حسن. متابع على الفيسبوك. شكرا جزيلا، واتمنى ملاحظات، انا منتظر ملاحظات استاذ احمد، يعني كونه هو خبير في مجال الديجيتال اركتكتشر ديزاين. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. نعم، دور المحاضره الجايه باذن الله ان شاء الله. اي سؤال او اي مداخله، ما اعرف اذا على الفيسبوك ايضا موجوده اسئله او شيء. الناس كلها تشكر في المحاضره ما شاء الله، كانت الحمد لله الحمد لله، ارجو انه يعني كانت محاضره يعني ذات فائده، وده المتوقع من أهل العراق إن هم يبسطوا المعلومة. وفي سؤال لا أو سؤال برا المحاضرة يعني. أوكي، هو ما شاء الله التصميم البارامتري ما شاء الله ليه مستقبل حلو يعني، فأتمنى الناس تهتم بيه بإذن الله. والله إن شاء الله، وليس فقط التصميم البارامتري يعني، والمجالات واسعة. الفكرة أنه عندنا أدوات وعندنا يعني القابليات، فلماذا يعني ننتظر؟ يعني علينا يعني invest استثمار هذه الأدوات اللي موجودة، لأنه المجال واسع أمامنا، والبقاء على الطرق التقليدية يعني قد يكون خطر وكريتيكال يعني في الوقت الحالي. نعم.
دكتور زهير، في على الشات في كذا تعليق. اوكي، الشات اللي خاص بالفيسبوك لو الزوم خاص بزوم. زوم لحظه. في باشمهندسه ندى او دكتوره ندى بتسال: شكرا جدا لحضرتك، المحاضره مفيده جدا، كنت حابه اسال ازاي نطور نفسنا في مجال البيم. يعني اعتقد هو شكرا جزيلا للدكتوره، يعني السؤال هذا موجه اعتقد لكم اساتذتنا الاستاذ عمر سليم والاستاذ محمد. يعني انا اذا يعني تسالني حول البيم كيف نطور، اعتقد مبدئيا يعني متابعه بيم عربيه وحلقات استاذ عمر سليم ومجله بيم عربيه يطفت قفزه نوعيه جدا عاليه في اللغه العربيه. اكيد الشرط انه اكو مصدرين موجودات حول البيم اذا كان رغبه في اللغه الانجليزيه، اللي هو اهم مصدر للبيم يعني هو بيم هاند بوك جايد تو بيلدينج انفورميشن موديلنج في اللغه الانجليزيه، ولكن اذا كان يعني دخولها مستجد اعتقد هذا يكون شويه صعب. فانصحها بمتابعه يعني متابعتكم ان شاء الله، متابعه البيم عربيه ومجلات بيم عربيه في هذا المجال. نعم سلام. أرجو أن أجبت يعني. شكرا أستاذ قيمان. أحمد أستاذ صاحب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدنا بك سعادة الدكتور زهير، يعني كان جدا. أولا جزيلا على تقريب المفهوم لعرض التصميم البارامتري وإعطاء الناس يعني نبذة عنه، هو موضوع كبير أكيد أكيد. نعم، وأنت أسف بالمناسبة قبل الخوض في سؤالي أشكر المهندس عمر سليم على اهتمامه ومحرصه على اتيان القدرات الفذة أمثال حضرتك في إن هم الله يسلمكم يطوروا من المهندسين ويطوروا مننا إن شاء الله. الحمد لله أنا ماجستير في البيلو انجينيرينج. عجبني جدا موضوع إن هو تحريك المساحة، تقليل المساحة 25% مع الزاوية 120 درجة. أعتقد ده داخل في نطاق البيلو انجينيرينج برضو، هل لها دور في الموضوع ولا هو خاص بالبرامتر بس؟ هو واقع حال، يعني اكو هنا بايومتريك اركيتكتشر او بايومتريك بارامتريك ديزاين، يعني البايو انجينيرز يعني جدا متدخل في العماره الرقميه، وكثير من الامثله يعني حتى المثال اللي عرضته هو بارامتريك ديزاين لخصوص جاودي، هو حسابات هي معتمده على البايو انجينيرز. يعني برضه هناك بدائل بتطرح ومعايير للفانكشن المختلفه عشان تحديد الاختيار الامثل والانسب. نعم بالتأكيد، والكثير من هذه النماذج هي تعتمد على الطبيعة. نعم، يعني إذن حضرتك الفاليو انجينيرنج مع التصميم البرامتر متداخلين مع بعضهم. متداخلين جدا. طيب بس كان حضرتك يعني نفسي إن كان يبقى فيها إلقاء الضوء على الموضوع ده. تعصبا للهندسة الكاملة. يعني احسبها علي مثل ما نقول بالعراق، ان شاء الله في المحاضرات القادمه تكون المحاضره يعني عامه، يعني هذا موضوع تخصص، واذا الله شاء يعني اذا وصارت مجال ممكن يعني محاضره خاصه لاجل عيونك مثل ما نقول. يعني الله يكرمك، جزاك الله خير. متشكر يا دكتور، الله يسعدك. حضرتك برضو نستاذن ان البرزنتيشن ده تعرض لنا، بحيث ان في حاجات كنا بنصورها ككات شوت بس محتاجين ان هي تبقى موجوده كلها عندنا. يعني بصراحه هو ان شاء الله ما اعرف هي ريكوردد المحاضره، فما اعرف هو اكيد يعني مع المنظمين مع استاذ عمر سنيم سيكون واستاذ محمد ان شاء الله. تكريم فضلك جدا يا دكتور زبير، وربنا يوفقك جدا لسماعكم وسماع صوتكم. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لك، وشكرا لسعاده المهندس عمر سليم، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. تفضل فنصوت باشمهندس لطفي. نعم معكم. الو. ايوه باشمهندس لطفي تفضل. اكو سؤال لو استاذ عمر او طيب في سؤال لحضرتك بيقول انا شغال على فكره التصميميه كنوع من الابتكار لتصميم نوع من المباني الديناميكيه للتكيف مع منسوب سطح البحر، فهو عايز يحصل على براءه اختراع في تصميم النوع ده من المباني،
فهل ممكن التصميم البارامتري يكون مطلوب في تكمله التصميمات اللي ممكن تاخد في الاعتبار؟ هو بيسلم التصميم ده لاكاديميه البحث العلمي، يعني هو عايز يصمم مباني ديناميكيه بفكره البارامتري. يعني حقيقة إذا فاهم السؤال يعني بصورته الصحيحة، لأنه هل بارامتريك ديزاين هي يعني متداخلة أيضا في يعني التصاميم اللي في البحر، أعتقد يوجد الكثير من يعني المشاريع في هذا الموضوع. تمام. طيب في أي أسئلة ثانية؟ اعتقد كده في بس مهندس لطفي. يا باشمهندس اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه دكتور. ما مهندس لطفي. مهندس عمر سليم. استاذنا الغالي. الله يعطيكم العافيه. الله يكرمك. دكتور زهير بارك الله فيك، والله برزنتيشن رائع بصراحه. اغنى معلوماتنا و أعطانا معلومات ممتازة بصراحة. بس مداخلة بسيطة بالنسبة للدكتور دوغلاس إنجلبرت، 1962 ذكر في دراسة له هذا الموضوع بشكل مبكر. مش عارف إذا أي موضوع. أنا الصوت انقطع عندي ما سمعت، أنا بس اسم الدراسة أو اسم الدراسة كان Human Intellect A Conceptual Framework by Dr. Douglas Engelbert. أوكي. هو مخترع الماوس. نعم. فبصراحة توقعت أنه يكون مذكور في الـ presentation بأنه واحد من العرابين في الموضوع. صحيح، يعني من الممكن، انا اعتذر، قد يكون سقط سهوا، بس يعني قد تكون يعني المصادر اللي اعتمدتها ما اشارت له فسقط يعني من عندي. حاول انه اكيد يعني وجود الماوس يعني اكيد كان له دور فعال في تطوير عمليه الديجيتال اركتكتشر ديزاين. يعني اشرت لانه سكتش باد هو يعني هذه نقله نوعيه لعمليه التصميم بوجود القلم. هو انا قريت المهندس احمد لطفي بيقول عليه، هو فعلا كان هو اول واحد اتكلم في موضوع ان احنا نحط كل معلومات المباني في قلب الموديل. بس الفكره كلها ان هو اولا ما استخدمش كلمه البيم، هو استخدم كلمه ثانيه. هو اكيد هو بلي انا اوتوديسك هي اللي فرضتها او هي اللي استخدمتها كتير وهي اللي نشرتها. كان في شركه هي نشرتها بالالفينات، والمقالات بتاعته من اول مقالات اتكلمت عن فكره الحاجات دي. بس يمكن الاجهزه ساعتها ما كانتش بالقوه الكافيه انها تعمل موديل كامل. نعم. هو دراسات حول بلي اتكلمت عن مهندس احمد لطفي قبل كده، هو من سوريا في الموضوع ده كذا مره. بلي انا السؤال ما سمعته كله، يعني اعتذر لانه انقطع عندي الصوت، فبس سمعت لانه الشخص والماوس واثرت توقعت، يعني ما توقعت ما سمعت عن البيم. يعني اشرت لانه البيم هو كفكره، يعني السيد العارفين هو دخل يعني كفكره موجود من 1970 بدراسات، وكموضوع هو البيلدينج ديسكريبشن سيستم اللي هو 1985. مثل ما تفضلت هو الاوتوديسك شهرت مصطلح البيم بالفينات القرن الماضي، الفينات العفو القرن الحالي، من بدات باستخدام الريفت او اشترت الريفت. بارك الله فيك دكتور، بصراحة برزنتيشن رائع، أكثر من رائع، و شكرا جزيلا، أعطانا مفهوم أكمل عن الموضوع ونظرة أكبر، بفارغ الصبر انتظار المراجع عشان نطلع عليها بعد إن شاء الله. إن شاء الله يعني دقائق وأرسلها للأساتذة والأخوة إن شاء الله. وأنا جدا فرحان وأتمنى فعلا، لأنه يعني كانت المحاضرة مفيدة مثل ما تأملت. يعني شكرا لك، كانت تلبى الطموح. شكرا جزيلا، الله يكرمك. شكرا. باشمهندس خالد تفضل. باشمهندس خالد طارق. هو تقريبا المايك عنده شغال. بالي تمام. طب لو ممكن ناخد صوره جماعيه كده مع حضرتك يا دكتور، اللي عايز يفتح الكاميرا.
أنا بس اسمح لي شوي الإنارة أعتقد سيئة قليلة بس جزاكم الله كل خير دكتور على المحاضرة الممتعة والمعلومات الجميلة وفي انتظار المحاضرة القادمة إن شاء الله ومنتظرين برضه ما تسمح مرضوش يبقى معانا إن شاء الله في محاضرة كده إن شاء الله منصح مردود في كان ان شاء الله ان شاء الله الله يقدرنا جميعا ان شاء الله بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله اللي بعدكم كلكم قيمه جدا في بالذات في موضوع الجزء البيم مع القانون ازاي الواحد يتجنب المشاكل القانونيه وكده بالي هو البيم جزء عظيم يعني من عدة مع القانون يعني هو اشرت لانه مساله البلوك تشين اللي هي يعني بدت يعني المساله القانونيه هي احد المسائل اللي خاصه بها الله يكرمك وفي لسه من 10 دقايق موقع CSU Civil and Environment Engineering كان نشر مقالة عن محاضرة استلام أريبيا من كام يوم للدكتور عمر نوفل أبعت لكم الرابط بتاعها ما شاء الله فكلموا عنها يعني إن عدد كبير جدا أنت مهتم بموضوع الفيضانات المحاضرة كانت متخصصة في الفيضانات كانت محاضرة قيمة ما شاء الله الله يكرمك يا دكتور جزاكم كل خير وشكرا للحضور وإن شاء الله مع دكتور زهير إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله الله يكرمك إن شاء الله إن شاء الله جزيل الشكر وأشكر لكم هذه الدعوة الكريمة إن شاء الله كل الموفقية العراق كلهم الله يكرمك أستاذ تحياتنا تحياتنا عزيزي الأبصر وإخواننا من كل الدول العربية الله يكرمك أستاذ شكرا لكم جزيلا الله يكرمك بارك الله مع السلامة مع السلامة